راول البيول على الجهة اليمنى من هنالك في اتجاه كايخون، كايخون لإيساي، إيساي لآلان، بدأت المساحات والفراغات. أوه إدرياس ميرتينز القائمة الثانية، با جول فعلها البلجيكي ميرتينز ما لم يقدر عليه لورينزو إنسيني في الأسوة فوق يدي الحارس ألبرتو برينيولي، وجاء الجول رائع يا ميرتينز. ولولو كأنه حطها بيده يعني برجلك من هذه الزاوية بهذا الشكل، ترفع كرة بهذه الطريقة، أمر ليس في متناول أي لاعب. لقطة واحدة وكرة واحدة وفرصة واحدة تكفي بينيفنتو للعودة في النتيجة. كرة خطيرة كايخون، كايخون والهداف التاريخي من هنالك لنادي نابولي مراكم شيك، يسجل الهدف الثاني لنابولي انطلاقة الشوط الثاني، يفعلها فريق نابولي. هاو الخطأ وهي التمريرة عن طريق آلان مباشرة لكايخون، وكايخون لعمشيك في القائمة الثانية يسجل الهدف الثاني لنابولي. 2-0 صارت النتيجة في وقت كنت أتحدث عن نتيجة هدف لصفر.